السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفيني مش مشتركة معايا في القناة، انزلي تحت على علامة اشتراك اللي باللون الاحمر اشتركي، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنعمل بقى مع بعض النهاردة روتين جامد جدا. انا اول حاجة عملتها ان انا شغلت القرآن، وبحط عود بخور كده اول ما بصحى من النوم، بشغل القرآن وبحط عود بخور. ده كده روتين يوم الجمعة. الروتين ده متصور على يومين، لأن أنا كنت كده بصور يوم الجمعة زي ما انتوا شايفين، حوالي كانت الساعة 3، فيعني هيحصل ظرف وكده فهضطر ان انزل، فمش هكمل، هرجع متأخر هصور تاني يوم اللي هو النهاردة السبت. أول بقى حاجة كده عملتها، طبعا كان الشباك ده عليه تراب فكان محتاج يتعمل، ما حبيتش بقى ان انا اعمله بالفرشة وكده علشان ما ينزلش حاجة على السراير او يطرب الستاير كمان، فجبت المكنسة بالكهرباء كده وحطيت الوش اللي هو بيبقى فيه الفرشة، وبدأت اشيل كل التراب. عايزة اقول لكم ما بتخليش ولا نقطة تراب على الشباك، بتشيل كل حاجة حلوة جدا. لو ما بتعمليش بالمكنسة بالكهرباء للشباك جربي، هتعجبك جدا. فشلت كده كل التراب اللي على الشباك عندي من جوه ومن بره، وكمان الشيش برضو هجيب فوطة كده مبلولة، بس يعني عصرها كويس جدا، وهبدأ برضو انفض من عليها التراب بحيث ان هو التراب برضو ما يدخلش جوه. لما بتكون الفوطة مندية كده شوية بتمتص التراب، ما بتخلوش يعني يطير في الهواء كده. وبرضو مسحت السلك بالفوطة المبلولة اللي عندي دي، وكده الشباك بقى معايا تمام. هشيل بقى كده، انا عايزة اغير الملايات، فطلعت طقم ملايات تاني انا عايزة افرشه يعني، والطقم ده كده كنت فرشة في العيد فكده كتر خيره يعني، كفاية عليه قوي. انا ما بحبش يعني اخلي الملايات تقعد فترة طويلة على السرير وكده، فهنفض بقى كده السرير، وبرضه هشيل الملاية بتاعت السرير التاني، وهشيل الاكياس كده، وهظبط بقى كده يعني السرير بحيث ان هو يبقى مظبط على الفرش، يعني ان انا افرشه على طول وكده. بحب انفض الملاية القديمة مش الملاية الجديدة، مش عارفة ليه. ده بقى الكومودينو عندي، اهو برضو كان عليه حاجات وكده فبشيلها، وعلشان همسحه هو الاول قبل ما افرش السراير. هنا بقى كل حاجة على الكومودينو بشيلها. عايزة بقى اقول لكم على حاجة، انا اول مرة اسيب الشقة بتاعتي توصل للمنظر اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو النهاردة، بس والله ده كان غصب عني، لان انا تقريبا كل يوم بنزل يعني وكده، عندي فرح بنت خالي فعلى طول بروح بيت ماما كتير يعني اليومين دول، امبارح برضو نزلت وكده كان عندي عيد ميلاد، فبقالي كام يوم بنزل، فالشقة يعني ايديا مش فيها على طول وكده، فدي كانت حاجة مضايقاني برضو. بس يعني الحمد لله قدرت اسيطر على الموقف النهاردة. وطبعا عايزة اقول لكم اللي انتوا هتشوفوه ده يعني ما يجيش ربع حاجة في التعب اللي انا تعبته. هو طبعا الفيديو متسرع معاكم، بس تعبت جدا فيها النهاردة، لان هي كان بقالها كام يوم محتاجة تتظبط. بصوا بقى ده كده معطر، ده فريدة الازازة اللي هي الزرقاء اللي انا بوريها لكم دي، والازازة بتيجي كده خام على بعضها، وانتي بتاخدي منها في بخاخ وبتزوديها مية. المعطر بقى اللي انا وريته لكم اللي في الازازة التانية اللي انا برشيت منه الاول على المرتبة ده قبل ما افرش، ده معطر اسمه فريدال، زي فريدة كده بالظبط، بس ده كان بريحة الفراولة. انا قلت هجيبه صراحة اجربه الاول، ده ما اشتريتش منه ازازة كاملة، ده اشتريت منه شوية كده ب10 جنيه يعني، قلت هجربهم الأول. هو طلع حلو جدا، عجبني صراحة، ريحته حلوة قوي. ريحته عارفين كده لما بتركبوا العربيات ويبقى السواق حاطط فيها الحاجات اللي بتتعلق دي كده بريحة الفراولة، هي نفس الريحة كده. لو انتي بتحبيها هاتي، انا عن نفسي بحبها، فصراحة عطتني احساس حلو جدا كده بالصيف يعني. هقولك بقى على كام حاجة كده هتخلي معاكي ريحة الشقة حلوة على طول، ان انتي اول ما تصحي من النوم طبعا بتفتحي الشقة كلها، يعني لو عندك كمان شفاطات بتفتحي الشفاطات، واي مكان في الشقه عندك بتفتحيه، اي مكان ليه شباك بتفتحيه، شباك حمام بقى، اوضه نوم، اوضه اطفال، اي حاجه بتفتحيها، وبتحطي عود بخور. ده كده اول ما بتصحي الصبح. طبعا انا عندي بخاخ اللي هو بالتايمر ده اللي هو الالكتروني، فده انا حطاه، هو كل ظبطه على كل 49 دقيقه بيبخ كده بخه، فبرضو بيجدد يعني الريحه، الجو كده بتبقى ريحته حلوه. إيه كمان، وانا بنضف بقى كده زي ما انتوا شايفين ما بخليش تراب طبعا على اي حاجة، انا على طول في التنظيفات بتاعتي لازم كده باخد كل حاجة معايا على الوش، يعني اللي هي الاسطح كلها اللي بيتكون عليها اتربة دي لازم بمسحها كويس جدا. وبعد ما بمسحها ممكن بمنديل تاني بعيد عليها بالمعطر مع الجلانس اللي انا بحطه، فبيفضل ريحة ثابتة حلوة في الحاجة يعني، ومش بيجير ولا حاجة.
انا هنا كنت بقول لكم ان انا نازله وهرجع بقى نكمل تاني مع بعض. المهم يعني ف ده كده برضو المعتر اللي هو البخاخ اللي عندي اللي انا بقول لك عليه. وانا بقى بفرش السراير برش على المرتبه، فطبعا لما بحط الملايه بتفضل ريحه حلوه جدا برضو في المرتبه، وبرضو بعد ما بفرش السراير بحط على الملايات وفي الجو وفي كل حاجه، يعني بعد ما بروق الشقه برضو برش كده، فبتفضل على طول ريحه الشقه حلوه، وريحه طبعا مفيش تراب مفيش الكلام ده، فريحه الشقه على طول بتفضل حلوه. وكمان لو انت حاطه فواكه او الحاجات دي فبتديكي ريحه منعشه، بتبقى ريحه حلوه جدا. هنا بقى ده كان تاني يوم، طبعا قلت هكمل معاكم روتين، لان انا لما نزلت جيت تعبانه جدا ما قدرتش اكمل حاجه. فصحيت تاني يوم ده السبت كده اللي هو النهارده، عملت البلكونه كلها كانت متبهدله جدا، شلت بقى منها التراب ومسحتها زي ما انتم شايفين السيراميك بيلمع اهو، وبعد كده فرشت النجيله فيها وهمسح السور بتاعها بقى، وهبدا ارجع كل حاجه مكانها. وكمان كان عندي زرع في البلكونه فحطيت له يعني ميه وكده ورجعته في الاماكن بتاعته. عايزه اقول لكم ان الستاره طيرت الزرع، كنت حطاها السور بيتشمس وقعته في البلكونه، بهدل الدنيا خالص تراب، والزرع ذات نفسه اتبهدل، زعلت عليه جدا. هو ده كده منظره اهو. انا كنت قايله لكم من فتره ان انا عايزه اجيب، بصراحه هو مش انا اللي مختاراه بس هو عاجبني وكل حاجه، بس كان نفسي البلاستيكه اللي هي السودا دي تكون بلون تاني، بيبقى فيه حاجات اشكالها احسن من كده. فقلت بقى بعد كده ما نشوف، انا اول تجربه ليا في الزرع، فهشوف هعمل فيهم ايه، ولو نجح المشروع بقى اجيب انا واختار يعني براحتي وكده. هنا رجعت كل حاجه في البلكونه، وكمان كان في بقى متابعة سألتني على فكرة البلكونة ايه. الفكرة ان هي بتتقفل كده ضرفتين الامونتال وبتتفتح الناحية لناحية البلكونة بره، حاجة اسمها سلك بليسيه، ده بيبقى الجرار كله على بعضه بيتفتح ويقفل عادي زي ما انتوا شفتوه كده. هنا بقى دخلت كده على الركنة، بنفض كل الكوشن اللي عليها وبنفضها بقى هي كويس جدا، برضو كانت متبهدلة، والقطة لما بتطلع تقعد عليها طبعا بتبهدلها شعر، فنفضتها كويس جدا ونفضت الكوشن برضو، وهبدأ ارجعهم تاني مكانهم. بالنسبة بقى للستارة اللي هي ورا الركنة دي، جالي عليها اسئلة كتير جدا، عاملاها فين عاملاها فين. انا عاملاها عند بتاع ستاير في المكان اللي انا ساكنة فيه، وانا كنت قايلة لكم ان انا ساكنة، انا من اسكندرية وساكنة في العويد. الفكرة كلها مش هو اللي عاملها على ايده ولا هو اللي شاري القماش، لا هو باعتها المصنع، والمصنع ده بيعملها طباعة كمبيوتر، يعني انا اديت له الصورة اللي انا عايزاها هو عمل لي زيها بالظبط بالالوان، طبعها كمبيوتر، وبتاع الستاير قفلها بس ما عملش فيها اي حاجه. فالستاره دي يا جماعه طباعه كمبيوتر، لو تعرفي مصنع او مثلا بتاع ستاير زي بتاع الستاير اللي انا عامله عنده بيتعامل مع مصنع فبيعملها له عادي ما فيهاش اي مشكله. هنا بقى مسحت الترابيزه ومسحت كل حاجه عليها ورجعتها تاني، دخلت بقى على السفره هشيل الحاجات اللي عليها. كان في دي الصينية بتاعة الفطار، وبرده كان عليها حاجات كده من مكان كنت بروق، والبوفيه برده هشيل كل حاجة عليه وهمسحه. وطبعا انا عاملة الكلام ده كله معاكم في الروتين اللي فات، بس انا زي ما عودتكم معايا ان انا يعني لما بروق بروق بقى الترويقة اللي هي يعني ايه، خلاص ايدي بتيجي على كل حاجة، يعني مفيش حاجة بعديها والكلام ده، لا علشان ما يتكونش تراب كتير. وقلت لك طبعا التراب بيجيب طاقة سلبية في البيت، وطبعا طول ما في نظافة في البيت، طول ما ريحة البيت بتبقى نظيفة ريحة البيت بتبقى كويسة، طبعا دي حاجة بتفتح النفس ان انت تبقي قاعدة كده في شقتك وبيبقى في راحة نفسية. فالموضوع يعني ما بيبقاش متعب قوي برضو على فكرة، عشان تبقوا عارفين ان انتوا ايديكوا تيجوا على كل حاجة وكده، دي مش حاجة متعبة، هو المتعب ان احنا نسيب الحاجة كتير جدا ونيجي نعملها مرة واحدة، هنا بقى بتحسي بالتعب. انما طول ما ايدك في الحاجة، الحاجة بتبقى كويسة. انا كنت متضايقه من نفسي جدا، لان حرفيا اول مره اسيب الشقه توصل للمنظر اللي انتوا شفتوه ده بتاع الصاله بره، ولسه هتشوفوا اوضه النوم والمطبخ. المطبخ على فكره كان يوم الجمعه ما كانش فيه اي حاجه، المواعين اللي فيه دي بس هتبقى بتاعه الصبح يعني النهارده الفطار، وبتاعه بالليل مش اكتر من كده. هنا دي بقى المرايه المجهوله بتاعتي او المرايه المنسيه، على طول على طول ممكن ابقى بعمل كل حاجه خلاص زي ما انتوا شفتوا كده وانسى لمعها، فهي عشان هي بس فوق شويه في ارتفاع يعني. فالنهارده صراحه كنت حاطاها في دماغي ان انا هاخدها معايا وهعملها يعني، فعملتها الحمد لله. مسحت بقى السفره ورجعت كل حاجه عليها تاني، ببدا بمسح برده كل حاجه عليها وبرجعها.
بصوا بقى، في الفيديوهات اللي فاتت كذا حد كتب لي قال لي أميرة خلي الفرش بتاع المفارش الفرو دي خليها للشتاء. صراحة انا اقتنعت برأيكم يعني، وهشيل المفارش الفرو دي للشتاء كمان، حتى شلت اللي هو مع الجزامة، قلت برضو هحط برضو اللي انا كنت حاطاه ده كله في العيد، قلت هخليه للشتاء. في دخلة الشتاء يعني طبعا هنبقى نعمل تنظيفة مع بعض عميقة كده، وهطلع بقى المفارش الفرو كلها هحطها في الشتاء. قولولي برضو رأيكم كده احسن ولا ايه. مسحت بقى كل حاجة على الجزامة كده ورجعتها مكانها، وهدخل بقى على أوضة النوم. شايفين بقى المنظر اللي أنا بكلمكو عليه ده؟ اللي أنا بقولكو إن أنا أول مرة فعلا أسيب المكان يوصل لكده، وإن شاء الله يعني مش هكررها تاني، لأن أنا الوضع كان مضايقني أنا شخصيا. هي انتوا زي ما انتوا عارفين احنا ملناش قاعدة في الأوضة دي، دي كانت أوضة اللبس بالنسبة لي، كنت كل حاجة بحطها في الأوضة هنا يعني في اليومين اللي فاتوا دول. فهبدأ بقى اشيل الهدوم دي كلها، هدوم نظيفة، الهدوم اللي مش نظيفة يعني هحطها في السبت بتاع الغسيل، باقي الهدوم دي كلها اللي على السرير دي هدوم نظيفة. هبدأ بقى اعلقها كده، واللي بيتطبق هطبقه هرجعه مكانه. وكمان برضو عايزة اغير معاكم الملاية بتاعة السرير، هتشوفوا كده هنظبط الدنيا برضو في الأوضة دي، هرجعها عروسة. بالنسبه بقى للفوتيل اللي انا حاطاه في الاوضه بتاعه النوم، ناس كتير منكم جدا في الكومنتات قالت لي طلعيه بره احسن، ساعه لما انا كنت اسالكم اطلعه بره انا ما شفت كل الكومنتات بتاعتكم يا جماعه، عشان ما فكروش ان انا ما طلعتوش بس تجاهلا للكومنتات، لا خالص. انا الفكره ان انا ما قدرتش انا اشيله واطلعه كده، فمستنيه جوزي يحطه لي بره. هوريكم برده شكله بره بيبقى عامل ازاي، وقولوا لي رايكم ارجعه تاني ولا اسيبه بره، لان انتوا ما شفتوهوش معايا خالص وهو محطوط بره. يعني انا مدخلاه من قبل ما افتح القناه او من قبل ما ابدا روتينات في الشقه. فده بالنسبه للكرسي بتاع الفوتيه، انا هطلعه يعني بره وكده، بس انا مستنيه ان جوزي هو اللي يطلعه لي عشان مش هقدر اشيله. هنا بقى كده شلت كل حاجه على السرير، والشماعه بتاعه البناطيل دي حطيت فيها كل البناطيل اللي كانت بره، والشنط برجعها مكانها، وباقي الحاجه اللي على السرير برضو هرجعها مكانها. عايزاكي بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا لسه ما حطيتيش لايك، تطلعي تحطي لايك وترجعي تكملي الفيديو. شجعوني يا جماعه، انا بجد ببقى مكسله جدا ان انا اصور معاكم، بس اللي بيشجعني كلامكم الجميل وان انتوا بتسالوا عليا في الكومنتات، ببقى مبسوطه جدا بالكومنتات الجميله كمان اللي انتوا بتكتبوها لي. عشان كده بقى عايزاكي لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تشجعيني وتحطي لي اللايك، علشان هتشجع بقى اصور لكم فيديوهات على طول. هنا كده خلاص بقى شلت الكيس بتاع المخده، وبنفض بقى السرير كده بالملايه، وطلعت كمان ملاية تانية. دي ده شكل الملاية، هي رصاصي سادة خالص بس فيها كنار أورجانزا في الملاية كلها، وكمان في الخدادية. يعني هفرش بقى معاكم الملاية، بس مش هغير الكوفرتة، الكوفرتة عندي نظيفة ومفيش اي حاجة. احنا اصلا ما بنقعدش على طول في اوضه النوم، يعني قليل جدا لما بندخل ننام فيها، ده علشان الشاشة في اوضه الاطفال فبنبقى سهرانين على الشاشة. هنا كده خلاص فرشتها بقى، وهحط المخدة بتاعتها، وهحط برضو الكوشن، مش الكوشن، الخداديات بتاعت الكوفرتا. وانا صراحة حبيت ان انا اطلع الطقم الرصاصي ده، قلت يعني ايه اخد كده من جو السرير مع الستارة، وكمان هتبقى عليه الكوفرتا الروز، ف انا بحب اللونين دول مع بعض، فحطيتها كده بالشكل ده على السرير كده، يعني اللي هي جاية بعوجان كده شوية زي ما انتوا شايفينها. شكلها عجبني الصراحة، والألوان مع بعض عجبتني برضو. هنا بقى خلاص مسحت الكومودينو كمان، وهمسح الكومودينو التانية والسريحة، همسح كل حاجة في الأوضة يعني. بس أنا مش هجيب معاكم السريحة بالتفصيل، أنا هوريها لكم بعد ما تتظبط على طول. هنا السريحة اهي ظبطتها من فوق وخلاص، يعني دي كده كان شكلها بعد ما ظبطتها. و ده شكل الأوضة بقى كده خلاص بعد ما خلصت، هرش بقى فيها المعطر. أنا هنا كنت عايزة أقول لكم إن أنا كنت كنست الأرض بره، ولمعت الأرض كمان اللي هي الحتت بتاعة السيراميك اللي بتبقى باينة، الفواصل بتاعة السجاد، الكلام ده كله لمعته، وعند البلكونة في أوضة الأطفال وفي أوضة النوم كل حاجة لمعتها في الأرض من السيراميك اللي بيبقى باين. تمام، أنا ما جبتش بس معاكم وأنا يعني بعمل بالمكنسة الكهربائية وكده، عشان ما بقاش بطول عليكم في الفيديو خلاص. انا برضو هعطر الشقة معاكم كلها هنا، والارض اهي نظيفة ما فيش اي حاجة. هندخل بقى على المطبخ، طبعا شايفين الجمال بتاع المطبخ، يعني عايزة اقول لكم كركب جدا.
هو على فكرة يعني مش أغلبيته مواعين مش نظيفة على قد ما هو، بس في أزايز وحاجات كانت بتتصفى ويعني كانت أي حاجة في إيدي بدخلها على الرخامة وخلاص، والحاجات بتاعة المسحوق والكلام ده كلها شلتها، وهنا بقى بفضي كل حاجة في الباسكت الصغير ده وبرجع كل حاجة، مثلا الحاجة اللي عايزة تدخل التلاجة والمواعين اللي اتصفت بشيلها. هروق الاول الرخامه طبعا عشان ابقى عارفه اقف كده اغسل المواعين بنفس. انا بحب اول حاجه ابدا بيها الرخامه ان انا المعها، واقول لكم انا بلمع الرخامه ازاي. انا كنت قلت لكم قبل كده بس ممكن يكون في ناس لسه معايا مشتركه في القناه فما تعرفش، انا بشطف الفوطه دي بغسلها كويس جدا وبحط فيها شويه بريل وبغسلها تاني، وبعد كده بحط عليها زيت من بتاع جونسون ده وبلمع بيها. طيب هتقولي الزيت وازاي ومش عارفه ايه، لو حط حاجه فيها اكل انا ما بحطش اكل مباشره على الرخامه، يعني مثلا ما بسيبش عيش مباشره على الرخامه على طول، لا ببقى حاطاه في طبق، ببقى حاطاه في صينيه، فطبعا ده ما بيأثرش على الاكل خالص، بالعكس هو بيدي لمعه للرخامه وكمان بيخلي فيه ريحه حلوه جدا في المطبخ، والرخامه بتفضل تلمع كذا يوم. يعني عيب الرخام اللي هو الاسود ده ان هو بيجير لو ما تمسحش بالزيت ده، انت ممكن تستخدمي اي زيت عندك بس ما يكونش ليه ريحة اللي هو زي زيت الاكل والكلام ده، استخدمي اي زيت عندك تكون ريحته كويسة او ما يكونش ليه ريحة نفاذة خالص. تمام، انا كمان هنا هعمل بقى دورة للكاتل عندي بملح الليمون علشان هو كان بقاله كام يوم برضو، يعني مش كام يوم، من اخر مرة انا كنت عاملاه معاكم ما عملتوش تاني، فهو كده كانت فترة طويلة يعني ما تعملش الكاتل، فهحط فيه معلقة ملح ليمون على شوية خل وهعمله بقى، هنضفه بقى كده تنظيفة حلوة، وكمان بقى بمسح كل حاجة على الرخامة، الكسترات، الرخامة ذات نفسها، الوزرة بتاعتها، كل حاجة على الرخامة بمسحها علشان الرخامة تبقى بتلمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى كده جبت الفوطة اللي بصفي عليها المواعين، وفي الطبق ده انا حطيت شوية كلور بس هي ما جاتش معاكم، وكمان حطيت عليها بريل وزودت بشوية مية، وبعد كده بقى باخد كل حاجة في الحوض وببدأ الأول بالكوبايات. أنا ما بغسلش معاكم مواعين على طول بس أنا قلت يلا أعملها بقى تشجعي، لو لسه ما شفتيش لو لسه يعني عندك حاجات في الحوض والكلام ده ومكسلة عليها قومي بقى تشجعي وعمليها. طبعا هو المفروض لما بنبقى عاملين روتين فيه مواعين بنبدأ بالمواعين الأول عشان تحمسك ان انت تقومي تعمليها، بس هو زي ما انتوا عارفين ان الروتين ده كان بتاع يوم الجمعة بس قلب على يوم السبت معرفش ليه، فجت المواعين بقى معايا في الآخر. المهم ان انا خلصت كل حاجة ورايا الحمد لله، وفي الوقت ده كنت كمان حاطة دورة غسيل في الغسالة، وهتشوفوا الغسيل لما هيطلع من الغسالة، وكمان هنشر، واليوم بالنسبة لي ده كان كبير يعني طويل جدا. الفيديو متسرع مش عايزة اقول لكم كمية المجهود المبذولة في الفيديو ده، بس انتوا يعني ايه هتشوفوا في الاخر كده يعني من منظر الشقة طبعا في فرق شاسع بين قبل ما تتعمل وبعد ما تتعمل. هنا بقى كده انا غسلت كل حاجة في الحوض خلاص وحطيتها على جنب، وبعد كده انا بحب اغسل الحوض الاول قبل ما اشطف المواعين، بحب اغسل الحوض، فهتشوفوا بقى معايا كده الحوض وانا بظبطه، ودي اكتر فقرة كلنا بنحبها خلاص اللي هو التشطيبات الاخيرة بتاعت الحوض دي والرغاوي مالية الحوض كده. كمان خدت الحنفية معايا بتاعت الحوض برضو، عندي بقى مشكلة فيها ان هي بتتخلع اليد بتاعتها دي مش عارفة ايه السبب، وجوزي عملها لي كذا مرة قبل كده بالسيليكون وبالشمع والكلام ده كله مفيش فايدة فيها، مش عارفة لها حل الصراحة، بتضايقني جدا كمان خاصة لو في طبق في الحوض او حاجة وبتقع عليه، ببقى متضايقة جدا، ببقى خايفة يعني على الطبق لا يتكسر طبعا، ومش عارفة حاسة ان هي هتكسر لي حاجة في مرة من المرات. يعني لو حد يعرف حل بقى يقولي تحت في الكومنتات علشان الحنفية دي مش عارفة اعمل فيها ايه الصراحة. هنا بقى كده خلاص هبدأ اشطف كل حاجة واحطها على الفوطة اللي انا هصفي عليها دي بتاعة المطبخ، والحاجات بتاعة المطبقية هطلعها في المطبقية على طول اللي هي الكوبايات والاطباق، الحاجات دي بس اللي بسيبها تتصفى اللي هي الطاسات، الكسرولة، الصواني لو في حلة ولا حاجة، انما الاطباق اللي هي في المطبقية دي على طول بحطها في المطبقية. هنا كده خلاص المطبخ بعد ما خلص، شايفين الرخامة بتلمع ازاي، جربي الحركة بتاعت الزيت دي هتعجبك جدا على الرخامة، هتعجبك جدا وقولي لي رأيك في الكومنتات. هنا كده خلاص كانت كل حاجة خلصت في المطبخ الحمد لله، يعني ما طولتش فيه، هو بس كان مكركب زيادة عن اللزوم مش اكتر. خلاص كده بقى هطلع بره بوريكم الغسيل اللي حطيته على الركن، اهو طلعته من الغسالة حطيته على الركن عشان هعمله على طول هنشره يعني، بس انا مش هجيبه معاكم عشان الفيديو ما اطولش عليكم اكتر من كده.
عملت لكم روتين طويل اهو، فيديو كبير زي ما انتوا بتطلبوا مني. متنسوش بقى تشجعوني بقى في الفيديو ده. هنا بوريكم كل حاجة خلاص في الشقة اهي تمام معايا، يعني دي كده جولة سريعة، كل حاجة متظبطة ومتلمعة. طبعا انتوا شفتوا شكلها قبل ما تتعمل. بصوا بقى، في حاجة حصلت معايا النهاردة وانا بصور. كنت مشغلة قرآن على الصب اللي انتوا هتشوفوه ده في الأوضة، مرة واحدة كده في الفيشة ما جيتش جنبه ولا اي حاجة، ففرقع طلع الشراز اللي هو بتاع الكهرباء ده، والفيشة فصلت عن الكابل ذات نفسه. فانا عايزاكي تاخدي بالك، لو عندك الكابل مثلا تحسي ان هو ضعيف او خلاص قرب يتقطع، ما تحاوليش تشغليه، لان هو ده كان قرب يتقطع وانا كنت حاطاه في الفيشة. فخدي بالك، لان شايفين الفيشة اصلا عملت زي نار كده بره، او العلامة بتاعت الحرق دي كده في الكوبس ذات نفسه. فخدي بالك. وبكده بقى الفيديو بتاعي النهاردة يكون خلص. فما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبك الفيديو ده. اشوفكم فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامة.